كارلوس كروش من ساعه ما جه كان دايما مثير للجدل. مين اقل واحد في التقييم بالنسبه لك؟ انا بالنسبه لي كان عمر مرموش. مين في المنتخب المصري كان عنده القطايف واللطايف والحلويات؟ لحد دلوقتي طبعا ما فيش غير محمد صلاح وكره الهدف. محمد صلاح طبعا. قلت على جيرالدو لا حول ولا قوه الا بالله. يتقال عليه لا حول ولا قوه الا بالله. كأس الأمم الأفريقية، وبما إنه الكلام عن المباريات اللي أحياناً الحكم بيصفر فيها بدري ما بين كور مش منفوخة كويس وغيره وغيره وغيره، فلازم نحاول إن احنا نلطف الأمور مع ملك القطايف واللطايف كابتن أيمن الكاشف. ربنا يخليك يا محمودي، ميرسي. أنت عامل إيه؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله كله ما فيهاش لقطايف ولا لطايف خالص البطولة دي. لسه للأسف، ما يعني بعد بطولة العرب وبعد ما شفنا فعلاً كان في حاجات مبهجة وحاجات مبهرة كتير، مش بس في شكل الصوره وشكل المنتج ولكن ارضه في الاداء، كله كنافه، كان كله قطايف. اللي بتاعت زمان بتاعت زمان. لكن لسه بطوله الامم الصراحه يعني كتر خيرها الكاميرون. لكن مستوى طبعا لسه ما قدمش افضل شكل. انت مصدق في موضوع الحر وارضيه الملعب والرطوبه وخناقه بالماضي مع الصحفيين؟ مصدق في الحاجات دي شويه ولا حاسس انها اي كلام؟ اكيد. بص، الدعم والارضيه الملعب والاجواء اكيد بتسهل من مهمه اللعيبه، خصوصا اذا كنا بنتكلم على مجموعه لعيبه محترفه عايشه اجواء مختلفه تماما عن بطوله الامم الافريقيه. وخصوصا ما تنساش ان الشد والجذب اللي حصل، هل تقام البطوله لا تتاجل، لا في بعض القوى في عالم كره القدم ما كانتش عايزه اصلا البطوله دي تتلعب. الشد والجذب ده خلى كل الناس عندها شيء من التحفز من الرصد، فأي غلطة قد كده بتبقى كبيرة قد كده وممكن تعمل ويبقى ليها تأثير سلبي. كسبنا أي نعم، لكن بشق الأنفس الناس برضو بعد المباراة كانت متضايقة من الأداء، وإنه إنيا بيساو كان ممكن تعادل في أي وقت يعني. طيب، هل عندك تفسير علمي لموضوع مصطفى محمد وزيزو والحاجات دي؟ يعني هل في أي تفسير والله يا محمود قطائفي للموضوع؟ والله بص، أنا كنت دايما كارلوس كروش من ساعة ما جه كان دايما مثير للجدل كويس، لكن أنا دايما كنت بلاقي دايما ليه تبرير في أفكاره واختياراته حتى لو ضد الناس كلها، بس كنت بلاقي مبرر. لغاية مباراة نيجيريا ما كانش طبعا في اي مبرر للي هو بيعمله ده، وما زلت انا عندي راي مهم خالص في الموضوع ده. اتفضل يا فندم. انت دلوقتي لما تيجي تتعاقد مع مدير فني وانت راجل مطلع على كره القدم العالميه والاوروبيه، انت مش لازم المدير الفني ده تجيب افضل واحد يطبق سياساتك استراتيجيتك رؤيتك شخصيتك في الملعب. طيب احنا الفرق كلها في الدوري المصري والاهلي والزمالك بنلعب 4-2-3-1، ازاي اتعاقد مع مدير فني اجنبي ما بيلعبش الا 4-3-3؟ طريقه ما فيش ولا لعيب مصري بيجيد تنفيذ المهام اللي مكلفه بيها الطريقه ديت. احنا مشكلتنا مشكله كبيره جدا في نص الملعب، احنا بنلعب من غير نص ملعب تقريبا، ازدواجيه. عشان كده قفشه، وعشان كده عبد الله سعيد بيلعب في الطرف الشمال، وبندور بنحاول نخلي نلعب بهاف رايت مش لاقيين. حتى بعد ما سوليا رجع بعد ما زيزو كانت شويه برضو نفس المشاكل. لا، انت بتلعب غينيا بيساو، انت بتلعب غينيا بيساو. بعد كده انا عايز اقول لك في فرق في سرعات كبير جدا جدا. اي لعيب من غينيا بيساو كان بياخد الكره من نص الملعب بيفتح سبرنت، لو في مساحه قدامه بيصل على طول على منطقه ال 18. عندك ما فيش حد عندك يوقف اللعيبه المهاجمين من غينيا بيساو. احنا عندنا مشكله، احنا عندنا لعيبه امكانياتها جيده وفي امكانيات ممتازه زي محمد صلاح وزي مثلا مصطفى محمد مهاجم قوي تمام، لكن بتوظف بشكل غلط خالص. طب انا هدي لك بعض الاسماء وقيموني للماتش اللي فات. تمام، يعني اديني درجه. تمام. عبد الله السعيد. عبد الله السعيد والله رغم الهجوم الشديد اللي عليه، لكن انا شفته ادى في الشوط الاول بشكل كويس. لانه اديني درجه. هديك 6-6.5. النني 6. مرموش 5. عمر كمان لعب 1. 7. شناوي 7. صلاح 8. الونش 8. مين اقل واحد في التقييم بالنسبه لك؟ اقل واحد في التقييم بالنسبه لي كان في وسط الملعب، انا بالنسبه لي كان عمر مرموش. عمر مرموش ليه؟ لان عمر مرموش لغايه دلوقتي ما دخلش الاجواء البطوله.
اللعب فردي كتير، ليه المفروض دور مهم جدا ان هو ورق من الاوراق الرابحه في ظل ان كل المنتخبات اللي بتلعبك بتروح على صلاح، فانت عندك جاب ان انت تشتغل وتقدر تنتج، مفيش انتاج، مفيش تعاون، عدم التزام بشكل كبير بالمهام الدفاعيه، وصبر كارلوس كروش عليه كتير جدا جدا. طيب بعد شويه نتكلم عن المباراه الجايه مع السودان، نص الملعب مين اللي يبتدي، هل مرموش ولا مش مرموش، يحب كابتن ايمن يتفرج على مين في مباراه دور ال 16؟ بعد شويه نكمل معاكم كلام. المباراة الجاية قدام السودان، لكن في شوية لخبطة في المجموعة الثانية، يعني طبعا. بعد خسارة الجزائر، تعادل كوت ديفوار، الدنيا بقت بتروح في سكة انت ممكن تقابل اي حد من اي نوع. مزبوط. يعني سيبك من السيراليون وغينيا، لو انت هتقابل حد من الكبار تمام، هل تحب تقابل كوت ديفوار ولا تقابل الجزائر؟ انت كلاهما مر، بس وان كان الكوت ديفوار على الخلفية التاريخية بس، على الخلفية التاريخية بس، لكن مش على ولا الجزائر ولا كوت ديفوار. المنتخب المصري لغايه دلوقتي لسه ما قدمش المستوى اللي نقدر نقول ان احنا نقدر ننافس الجزائر او كوت ديفوار، لكن احنا عندنا امل كبير ان يبقى المستوى تصاعدي، وزي ما بقول دايما في كل المباريات ان البطل دايما بيولد من قلب البطوله. تمام، ما فيش بطل، في ابطال كتيره بيبقوا مرشحين، لكن البطل الحقيقي بيظهر لينا من خلال مباراه البطوله. صحيح لسه المنتخب المصري مش افضل حال، لكن انا بامل انه يحصل فيه تطور في الاداء. طيب المباراه الجايه 3 نص الملعب، بما انه خلاص اصبح يقينا 4-3-3، الراجل مش هيغير حاجه، اختار لي 3 يمشوا مع بعض. ومرموش في قناعتك هل يبتدي تاني ولا عندك اسم يكون بديل ليه، طالما ان انت مقتنع بانه صلاح مصطفى بخط الدفاع تمام، ما فيهوش يعني اختيارات كتير؟ طيب احنا بنقول ان احنا يعني مباراه السودان دي اخر مباراه في المجموعه، وطبعا عندهم الامل طبعا، واحنا عندنا الامل، حتى غينيا بيساو عندها الامل. فاحنا بنلعب المباراه ديت لابد من تحقيق فوز، والمفروض على الورق ان انت تنزل بشكل هجومي كويس. تمام، طبعا الشناوي مفيش خلاف، رباعي خط الظهر مع غياب الونش طبعا للاصابه، ومحمد عبد المنعم هو اللي هيكون بديل، فالاربعه موجودين، وايمن اشرف وعمر كمال وحجازي، دول مفيش خلاف عليهم. نيجي مشكله المشاكل، لغز الالغاز، نص الملعب. نص الملعب انا بشوف ان احنا لازم نريح النني، ندي حمدي فتحي يلعب في القلب، وعلى يمينه يبقى مثلا او على شماله يبقى السوليه، وعلى يمينه احمد السيد زيزو. تمام، ان انا بحط 2 عندهم قدرات هجوميه مميزه، وفي نفس الوقت عندهم قدرات دفاعيه، وسبق ان زيزو لعب قبل كده في المكان دوت، ولعب قبل كده باك رايت. ما اقتنعتش بتريزيجيه هنا؟ لا، تريزيجيه مشكلة كبيرة جدا الدفع بيه. يعني احنا كده بنضيع اسم تريزيجيه والجسر والتواصل والثقة الكبيرة بتريزيجيه. تريزيجيه غير جاهز. صحيح احنا ممكن نكون بنجهزه، بس لما المسائل تستريح. تمام، يعني الدفع بيه في مباراة نيجيريا من البداية ده كان ضرب من ضروب الجنون. حتى الجسم والستايل بتاع تريزيجيه، لا زيادة، مش هو تريزيجيه ولا الاسبرينت بتاع تريزيجيه. فالدفع بتريزيجيه ده ضرب من ضروب صعب جدا اللي احنا بنفكر فيه ده. طيب طالما انه زيزو بالنسبه للكابتن ايمن في نص الملعب، طالما انه مش مقتنع بتريزيجيه قوي، فيا ترى هيختار مين على الجناح الشمال مع محمد صلاح ومع مصطفى محمد؟ نشوف بعد شويه. بكاميرين معاكم كلام وحديث عن كاس الامم الافريقيه في برنامجنا الكوره مع سايب، وطبعا بنك سايب هو الراعي الرسمي للمنتخب المصري. مين يلعب جناح شمال؟ والله انا شايف ان الماتش اللي جاي ده المفروض ان احنا نشوف رمضان، يعني رمضان من الاول نديله يعني عمر مرموش اتفرجنا عليه تقريبا المباراه الاولى والمباراه الثانيه بشكل كبير، ندي فرصه لرمضان، لان انت ممكن تكسب لعيب قوي يديك حل، خصوصا ان احنا لسه في مرحله المجموعات. احنا هنخش على دور ال 16، المنافس امامك والبحر وراك، يا تكسب يا تطلع. صح، فانت محتاج ان انت توجد حلول
ولعيبة عندها خبرات، خصوصا ان رمضان عنده خبرات. فشايف ان طبعا رمضان، مصطفى محمد ومحمد صلاح بلا شك. طيب اخر حاجه، اختار لك اربع جمل من الجمل بتاعتك تمام. وانت تلاقي لي عليها لعيب كويس. مين في المنتخب المصري كان عنده القطايف واللطايف والحلويات لحد دلوقتي؟ لحد دلوقتي طبعا مفيش غير محمد صلاح وكره الهدف. محمد صلاح طبعا. مين ذا ماستر اوف سسبنس؟ ذا ماستر اوف سسبنس محمد الشناوي، لان هو دايما بنبقى مضغوطين في اوقات صعبه وبيعمل انقاذات على الاقل حافظت على اول ثلاث نقاط واول فوز لينا. قلت على جيرالدو لا حول ولا قوه الا بالله. يتقال عليه لا حول ولا قوه الا بالله. والله اللي هو يعني اللي انت عايز منه اكتر من كده، عشان برضو ما نبقاش دايسين على الناس جامد. بالظبط، اللي عايز منه اكتر من كده النني. يعني انا مستوى النني بالنسبه لي لعيب طبعا بيلعب في الارسنال، لعيب ليه قيمه كبيره جدا جدا. لما يبقى جاهز بدنيا وفنيا تحركاته هتفيد منتخب مصر بشكل كبير. الاخراني، مين اللي هيبدا بالضروري ثم ينتقل الى الممكن؟ مين في المنتخب المصري؟ كارلوس كروش. اوف، لازم هو اللي يبدا بالضروري، يبدا باللعيبه والنظام اللي احنا معتادين عليه. لو بدا باستخدام الادوات اللي لديه بشكل جيد هياخد مردود جيد. فهو ده اللي انا اقول له، ابدا بالضروري ثم انتقل الى الممكن، فجأة قد تصنع المستحيل. نورتنا وشرفتنا يا مالك. ربنا يخليك يا محمود. شكرا ليك، شكرا جزيلا. شكرا لكل مشاهدينا. كالعادة عروضنا ومسابقاتنا لا تنتهي. أول خمسة هيتوقعوا في صفحتنا على فيسبوك، صفحة سايب، توقعات نتيجة مباراة المنتخب المصري مع المنتخب السوداني. اللي هيتوقع بشكل صحيح أول خمسة بياخدوا خمس تيشيرتات. يفضل دايما اللعيب لعيب مع بنك سايب، الراعي الرسمي للمنتخب المصري.